مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس، من ضمن القصص الحزينة التي يعيشها الشارع المغربي والشارع المكناسي هو أبناء الشارع أو فيما كيقولون ولاد الخيرية. هذه حالة من ضمن العديد من الحالات ومن نوع عادات هنا في مدينة مكناس، خصوصا بعد ما بلغوا سن الرشد ولقاو راسهم عرضة للشارع لحنين لرحيم، لا أم ولا أب، لا أم تحنكي ولا أب يحنيه. هذا الشاب هذا اللي بغى يبارطاجي القصة ديالو مع الجميع للتعاطف معاه ولتقديم المساعدة، يقول أنه حل عينيه في طبيب أو مستشفى لكي يلقاوه باقي بيبي كيهزوه كيديوه للمستشفى، من بعد فاش كيبلغ واحد السن كيرجعوه للخيرية. فهو الآن بغى يعاود القصة ديالو. وديع الزاك، وديع بالنسبة للمشكل ديال انا طبعا انت كتعرض لمحاولات التحرش او الاغتصاب العديد من المرات، اللي غير انت اللي حميتي راسك ما لقيتيش والديك اللي يحميوك. انا سميتي وديع الزاكي، تنشرف لكم. انا عندي واحد وضعيه خايبه دابا، انا حاليا انا كنت في لوبيتال محمد الخامس، حليت عيني لقيت راسي تمايا وانا مني كنت صغير وانا في الزنقه وما عرفتش والديا لا اب لا ام. ودابا انا حاليا درت لاج ديالي 16 عام وما كملاش عندي النيفو 18 عام وخرجوني، ودابا راه عايش في الزنقه شي 7 سنين وانا ضايع في الشوارع وما كاين اللي يرحم فيا ولا يشوفني ولا يعتقني. وانا دابا تنطلب انا من محسنين ولا من جلاله الملك يعاوننا حتى هو ويدير فينا شي خير في سبيل الله، باغي ندخل شي عسكر ولا شي شركه اللي تكوني الاسره ديالي. وانا حياتي ضاعت في هذا الشارع وما كاين اللي يشوفني، وما تناكل ما تنحس ما تندوش، ما كاين اللي تيشوف من حالي. وانا بغيت انا تاي انا شي والدين ولا شي اسره اللي تعاونني وتجمع لي حياتي وتربي يجيب لي عاونهم ويحسبوني بحال ولدكم تاي انا اللي صنع لي في هذه النمره. الله يرحم لكم الوالدين، انا راه باغي ننقذ حياتي من هذه الزنقه، نعوض حياتي اللي دازت لي هنايا في الشارع، بغيت نعوضها ان شاء الله باسره ونعوضها تاي انا بحالي بحال ايها الناس ان شاء الله. وانا ما تنطلب حتى شي حاجه، انا تنطلب انايا شي خدمه وشي حاجه اللي تكونني ان شاء الله حياتي ونكون تاينا ان شاء الله المهنه ديالي. وانا دابا راه في الشارع ضايع وانا تنتعرض شحال من الحاجات الخطيره، بالليل بنادم تيكون الله يستر مقرقاب ولا سكران ما نعرف، وتيبقى يجي يهز علينا مضاوات، شي كيجي بعصيه تيبقى يدقدقو فينا في الليل وتيضربوني ما خلاوش فيا. وماشي اول ليل، ديما كل ليل تدوز عليا هاد الحاله. وانا ما بغيتش نزيد نكثر في الزنقه، انا حيت راه صافي كرهت الزنقه بزاف، وانا بغيت انا اللي يدخلني ان شاء الله اللي يعاونني ويدخلني شي شركه نبقى فين نتحشى ان شاء الله، وما بغيتش نبقى ضايع. وليد نتايا عشت في الزنقه وعارف المعاناه ديال الناس اللي كيعيشوا في الزنقه، شنو اكثر حاجه تعرضت ليها وبقات مؤثره فيك؟ انا اللي تنتعرض فيها اغلبيه هي الكريساج، وانا تنكون انا ما عندي ما والو، وراه بنادم ما تيحسوش بيه لا عنده لا كي عنده. المهم انا اغلبيه تنهضر على راسي حيت انا ما عنديش وانا راهي ضايع، وتزيد بنادم يقهرك ويديلك في رزقك وتنتكرفصو بزاف. وانا راه ربي اللي شاهد، انا راه ما عمري ولا دازت عليا هاد الحاله حتى دابا هاد 7 سنين اللي دوزت، راه تيقولها لي فمي انا راه دوزت هاد الزنقه التكرفيس والعذاب وما كندوش وما تيحسش بيا بنادم واش مريض ولا ماشي مريض، واش خصني شي حاجه ولا ما خصنيش والو. ماشي بحال الاب والام بعدا كتلقى حاضنينك وجامعينك وكتلقى في جنبهم، ما حنا ما عندنا لا والي لا تالي، ورا ربي لي شاد وصافي. حنا راه الوضعيه عندنا صعيبه بزاف. وانا انت عندك شي فكره على الام ديالك كي دايره؟ ربما يكون واحد النداء ليها الى خلاتك شي بلاصه. كاينين الامهات اللي تاد معهم الحال وكيقلبوا على الابناء ديالهم، ربما تكون خلاتك شي بلاصه اللي هي معروفه. انا ما عمري، انا مني حليت عيني اصلا لقيت راسي في لوبيتال، انا ما عمري ولا شفت امي قدامي ولا لا، وما عرفتش فين حطوني، واش في الزنقه ولا في شي لوبيتال ولا في شي شارع. انا صافي بحال تقول ما كبرتش قدامه، وانا مصابه كون كبرت قدامهم بعدا يحضنوني ويجمعوني. انا راه ما تنقال شي واحد لي يحضني ولا يجمعني ولا يقول لي دخل تاكل ولا هادي، ما كرهتش انا يكونوا عندي والديه، ورا شي راه نطلب منهم ان شاء الله السلامه مع الله. ولكن انا راه وضعي راكم شتوها المحسنين، وانا تنطلب منكم تعاونوني
وحسبوني حتى انا بحال ولدكم اللي شاف هذا الفيديو. الله يرحم لكم الوالدين، يا ما يعاونوني وتا ربي يجيب لي حسب ولادكم وعافاكم يا ما ديروا في هذا الخير. وليد فاش كتكون دابا نقولوا الصيف، الصيف راه كيدوز باللي عطا الله، البرد فاش كتكون مريض وتبغى تحس بالمقاط كتكون الحاله في البرد؟ انا عندي في البرد تيكون عندي واحد المرض تيجيني شكوى الله الناس، انا تيكون عندي المرض مره هنايا في جنبي، مره تنحس برجلي تتشدني كلاكاج، حيت انا راه في البرد كل برد تندوز تكرفس بزاف، ونفس النيت مباته اللي عندي في الزنقه. انا دابا مشكله شي دابا بحال دابا ميتا في الصيف كي بحال انا عندي عادي نعس في الجرده او اي في اي بلاصه، حيت علاش كيكون ديك الساعه الصيف، ولكن في البرد خص بنادم يجي يشوف ويحس كي كندير نعس النعسه ديال الزنقه، حيت انا راه البرد تيدوز عليا في جنابي ورجلي، وما كان اللي تيجي يشوف فيا ولا يجي يجيب لي الدواء باش نداوي صحتي، والو تمشي للاطباء تيقولوا لي سير في حالك، تيجريو عليا كلشي، عاوتاني الناس تمشي نطلب لهم الدواء او الصيدليه والو تيجريو عليا تيقولوا لي سير في حالك ولدي، وانا راه الذات ديالي مريضه وبنادم تيحش، ماشي بحالك وكانوا عندك والديك بعدا راه تيحسوا بك، ما حنا راه ربي اللي عالم بينا المحسنين، الله يجازيكم بخير. يا ما شوفوا من حالي وانا راه الوضعيه عندي صعيبه، وراه ربي يجيب لي حسب ولادكم وعمامكم واخوتكم. وليد نتايا بغيتي تخدم؟ انا باغي نخدم ندخل ان شاء الله على كتاب الله، انا كنتحقق اصلا من صغري نكون عسكري ولا اي بوليسي، هادشي اللي كنتحقق في الصغر كنكون تنحلم من بعدا نكون بوليسي ولا عسكري. وانا دابا حيت ما خلاتنيش مؤسسه نكمل قرايتي وخرجوني على 16 عام باش ما خلاونيش نكون هادشي اللي باغي نتكون به، وانا اصلا من الصغر كنت نيت كنتحقق او حتى ما كتبتش هادشي، باغي غير اللي يدخلني شي شركه نجمع حياتي ونخدم على راسي ونعوض حياتي اللي دازت عليا ان شاء الله، وهادشي اللي تنطلب منكم عافاكم الله يسهل عليكم المحسنين. وليد انت يا بحكم انك يتيم وعارف حق الام والاب وعارف حق الدري اللي كي او لا الشاب اللي كيعيش تشرد، شنو هو وصف لنا المعاناة ديالكم في الزنقة قربنا منكم أكثر؟ حنا تعرضوا، أنت قلتي لي تعرضت لمحاولة اغتصاب. تنتعرض؟ لا تا أصلا تيتعرضوا شحال من حاجة خطيرة. خوتي أنا فاهمك شنو كتقصد بها، تشرح لنا. تا هما تيتعرضوا محاولة. خوتي أنت ما عندكش مكبك وعندك خوتي. لا زعما خوتك اللي كانوا معك في الخيرية. اللي كانوا. اللي كبروا معك في الخيرية. تا هما اللي كبروا معايا في الخيرية راه هما في الزنقة نيت. ورا تا هما تيتعرضوا شحال من حاجات الخطيره، محاوله الاغتصاب، كاين بنادم مسكن مخرجينو على 13 عام 12 عام ما كملش نيفو او بزاف، حيت اصلا الا جيت نهضر واحد الاروان و الا جيت نهضر النيشان راه واحد الهضره نيت سمعتها اصلا الخايبه ديال هادشي ديال زنيبر، هي زنيبر اصلا تسمع ربما راك سمعتها كتبقى تتبيع الدراري، وحنا اصلا ملي كنا في الصغر تما وكنشوفوها كتبيع الدراري وكتاخذ عليهم فلوس تتربح من موراها. لا ربما ماشي كتبيعهم يعني فاش كيجي حد يتبناهم. ولكن في نفس الوقت خايبه هادي، خايبه هادي بنادم يبيع بهذا الشيء ديال الحرام خايبه. ولكن الصبغي يلقاو شي اسر اللي تحميهم. هنايا شنو الرساله اللي بغيت توصل؟ دابا الرساله اللي باغي نتواجه المحسنين الله يجازيكم بخير، انا باغي نكون حياتي ونتحقق هذا الحلم اللي باغي نكون عسكري ولا اي حاجه اللي يجمع لي حياتي، وانا ما باغيش نزيد نطول في الزنقه، ودابا راه جاي البرد وبنادم يكون فيه شويه الرحمه، راه الدنيا هي فايته المحسنين اخوتي، راه الدنيا هي فايته، راه بنادم ما خصوش يدير عين ما شافتش ولا ميكا مسدوده، راه بنادم خصو يحل شويه قلبه ويحل، راه الدنيا كلشي غادي يدوز بسهوله. اي بنادم بحال اللي ما عندوش يتعاون مع واحد اخر، عاوتاني ربما هذا اللي ما عندوش راه يقدر يغامر مع شي واحد اللي ما عندوش اكثر منه، راه بنادم خصو يرحم. انا راهي كاع ملول انا وكاع شي صاحبي ولا اي واحد طلبها لي كاع هي ما عنديش وتنعطي، والله الا تنقسموها هي بجوج وتناكلوها بجوج، او هي بنانه تنقسموها انا وشي واحد، راه واخا راه ما عنديش وراه ربي اللي عالم بيا المحسنين اخوتي، الله يسهل عليكم يا ما شوفوا معايا شي حل، وانا راهي مكرفس. وليد انت كتفكر في الشتاء، يعني انت كتقول البرد راه جاي، يعني هذوك الايام بالبرد اللي كتعانيو بزاف. انا دابا في البرد دابا راه من ناحيه دابا راه البرد جاي عاوتاني، راه ما باغيش يدوز عليا هذاك المرض اللي داز عليا عاوتاني كل عام، وانا باغي شي محسنين يدخلوني شي بلاصه فين
فين كون ولا نخدم على راسي، ما باغيش تدوز عليا عاوتاني نفس الحال. ترى من البرد البرد تيجي شكوى الله، واحد البرد اخوتي راه تيجيني بالذات ديالي، وانا ما باغيش نزيد عاوتاني نطول في الزنقه، راه كرهتها وربي اللي عالم بيا. انا راه ماشي من هذاك النوع ديال الزنقه، ولا بنادم صافي تيشوفني في الزنقه راه تيقول هذا راه موسخ. لا، راه الزنقه اللي كتخليك صوره خايبه، وما حنا الحمد لله زوينين حنايا، ما تنديو بنادم ما تن الحمد لله ما تنديرو حتى شي حاجه، ورا ربي اللي عالم بينا. حنا دابا راه ما باغيش نزيد نطول في الزنقه، وكنهضر على هادشي ديال الزنقه دابا حاليا البرد اللي جاي عاوتاني، ما باغيش نزيد نطول في الزنقه بزاف اخوتي. والله يجازيكم بخير يا ما شوفوا معايا الحال. انا هذا راه شحال من الفيديو تندير تندير، ورا ورا خوتي كتشوف حالتك نقيه، انت هي كتحاول انك ابسط حال انك تنقي حالتك باش ما تبانش ديك الزنقه المسبقه اللي باش ما يتعايرش، باش ما انك شرحتي لي وقلت لي انا ما كنبغيش ديك النظره ديال الناس يقولوا هذا الزنقه هذا المسبق هذا في الشارع هذا مكرفس. دابا هي انا الحمد لله تلبس زوين، ولكن الزنقه تتبين الصوره ماشي حتى تمايا، وانا الحمد لله راه كلشي عارفني في وجع راسو في الزرونيه، وما خليت فيه بت في حمريه في محطه، راه ما خليت فيه بت، وكلشي تيعرفني الحمد لله ما مبلي ما حتى شي حاجه. ودابا انا تنطلب منكم المحسنين اللي شاف هذا الفيديو يا ما يحس بحال ولادو ولا خوتو، الله يجازيكم بخير. انا راه اخر فيديو راه تندير دابا حاليا، وراه عييت ما ندير من عييت ما ندير الفيديوهات، وراه ما كاينش اللي تيشوف من حالي. انا راه باغي اللي يجمع لي حياتي اخوتي، وراه عييت انا عييت من الزنقه، وراه كرات وراه باغي اللي يجمع لي اسره ديالي وحياتي ان شاء الله. وانا راه ما باغي منكم والو، انا باغي غير شي شركه ولا شي عسكر حشيوني فيها. يعني انت كطالب غير بالخدمه ما تعيش بكرامه. هادشي اللي تنطلب منكم، الله يجازيكم بخير. وانا راه شحال من فيديو درت وراه ما كاينش اللي تيشوف فيا، كاين اللي كيحن وكاين اللي ما تيحنش، وراه الدنيا فايته اخوتي، راه خص فاتوا ويلقى شي خير ما يديروا. يديروا هادشي اللي تنطلب منكم اخوتي. ذكرني برقم الهاتف ديالك. انا 06-88-70-23-89 06-88-70-23-89 06-88-70-23-89. طبعا رقم الهاتف غادي يكون حتى في العنوان اللي بغى يتواصل معاه. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي، كانت هذه قصة شاب اللي تحرم من حنان الأم والأب ومن حنان الأسرة، وتحرم حتى من أبسط الحياة، يعني أبسط شروط الحياة اللي هو التعليم. قال أنه المؤسسة الخيرية اللي كان فيها خصاوه منها وفي سن وخرجوا اصلا للشارع ماشي غير من الدراسه. هو الان كيقول مستقبله مجهول لانه كيعيش في الشارع، لكن كيحاول انه يحافظ على الكرامه ديالو، يحافظ على الشكل والهندام ديالو باش ما ياخذش ديك الطابع ديال شمكار. كيحاول انه بابسط الامكانيات يبقى يبان دائما نقي باش ما ياخذش داك ولد الزنقه ولد الشارع اللي موسخ الشمكار. الحمد لله كيف ما قلنا هو ما مبليش وما ما كيتعطل حتى شي نوع من المخدرات، واخا كيعيش غير في الشارع. على كل حال نتمنوا انه يلقى قلوب رحيمه اللي تفاعل معاه وتقدم ليه يد المساعده، والرقم الهاتف غادي يكون في العنوان. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، نقول لكم دمتم بالف خير والى اللقاء. شكرا.